كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح نور، تبارك مودع البركات فيه، فليس لفضله أبدا قصور. بها يهتدي إن زاغ عن نجده العبد. أصلي وأسلم على سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله على سبحانه وتعالى يا مهد سكاله ميدكوبات طلبات دمانتنا نفتيدي نفتينا وحو دردار ما عبسد الله سبحانه وتعالى واتكم هالسنتين إماتن كعادي ماتين معركتاي مناسبة قيمها بدن لغو وينين ايو لغو برن ايو كتابك الله سبحانه وتعالى يوتوسينتا جيل كما أركتها يسوس عضو أو أمده قامين دونه وحان سيقار أهنا يسوس دوين يا علوم ذا مرتي شرفك والدين تا يودامان كسوق بقلياش ما أركتها أي كوميين دمر رق يدمر مدام أتفهنتين مناسبة سبحانه كوانتا يسير يودع عيسو أنا واحد الكانسي دارينين وحان كسو دوين يا أرض يقليل هذا محمد طاهر نجي فليتفضل مشكورا مأجورا لكي يرتل لنا آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وآثيرا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وذانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت
خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما يا أرضي حقا وكهالي دون كلمات سودوين محسن محمد حسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمات الترحيب الحمد لله الحمد لله ما ورد بلبل وسد وما اهتدى قلب وانشرح وما عم فينا سرور وفرح الحمد لله ما ارتفع نور الحق وظهر وما تراجع الباطل وتقهقر وما سال النبع ماء وتفجر وما طلع الصبح وأصفر وصلاة وسلام طيبين مباركين على النبي المطهر صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر ما سار السفين للحق وأبهر وما على النجم في السماء وأبهر وعلى آلك وصحبك خير أهل ومعشر وصلاة وسلام إلى يوم البعث والمحشر ألا مرحبا يا جموع السحابي أهلا وسهلا بكم ها هنا أتيتم تباعا صفا عن جميعا حللتم فضلتم كمثل الثناء نحييكم تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلاما سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بمن أتانا بتحية الإسلام فإنه يستحق منا الترحيب بأحلى الكلام وأجمل العبارات وأرق المحاني التي تليق بضيوفنا الكرام أهلا وسهلا بكم أهلا ومليون مراحب شرفتونا بحضوركم المميز إلى حفلنا هذا ونبتليكم دعوتنا نستقبلكم اليوم ونعطر حبر الكلمات بالمثل الذي بمقامكم الكريم ومرحبا أيها ضيوفنا الكرام ضيفا ضيفا وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا ومرحبا بكم لمركزنا التعليم للتحفيظ القرآن الكريم بحفلتنا التخريج لدفعة الأولى لعام 1444 ونقول لكم نزلتم أهلا وضئتم سهلا
جئتم أهلا وحللتم سهلا، نستقبلكم اليوم في تحفيذنا بكل عبارات الترحيب وبكل ما نحتويك من معاني، فلقد أزداد قلوبنا فرحا بوجودكم معنا، فأهلا وسهلا مرارا وتكرارا. السلام عليكم ورحمته وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن الكريم يهدي أتباعه للحق ويأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة، وإتباع منهجه وسلوك طريقه سبب لسعادة في الدنيا والآخرة. والمسلم يرتقي بالقرآن أن منازل الجنان فمنزلته في الجنة بقدر ما قرأ. ورتل في الدنيا من القرآن الكريم، أما هدايته للحق والصواب في كل الأمور فقد قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما أنه يشفع لصاحبه فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسر، وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ومن فضائل قراءة القرآن أن قارئه له بكل حرف يقرأه 10 حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. ومن أسرار قراءة القرآن أن قارئه يكرمه الله يوم القيامة
ويرضى عنه، فقد روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارق، ويزاد بكل آية حسنة. وقارئ القرآن يا عباد الله يترقى في قمم النعيم يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال يعني لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقربها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. عباد الله، أتعلمون من هم خيار هذه الأمة؟ اسمعوا إلى الحديث الذي رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فعلى المسلم أن يتعلم القرآن حتى يصبح ماهرا في قراءته وحفظه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. جزاه الله الخير الجزاء عبد الرحمن منصور. رنتي موضوع عاد أقدوين هل كان ألوسو كوبي كرن أيوك هاللي وحيفة فايننا مارتي علماء الدين كهالكن جوبا يا إنو تتابن دونو إن شاء الله. وحكسو دوين يا أردي دحكتا وإسوي دين يا سؤالك سابسان سيرد النبي صلى الله عليه وسلم. وحانا ويير يا محمد طاهر يفزول عبد الله. سؤال: متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولد؟ جواب: ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة. سؤال: ما نسبه صلى الله عليه وسلم؟ جواب: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة. سؤال: ما اسم والده ومتى توفي؟ جواب: اسمه عبد الله بن عبد المطلب، توفي ورسول الله في بطن أمه. سؤال: اذكر بعد أسماء الرسول وما أشهرها؟ جواب: محمد، أحمد، الماحي، الحاشر، العاقب، وأشهرها أحمد ومحمد. سؤال: كم مرة ورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم؟ ورد جواب: ورد فيه 4 مرات. سؤال: من أعمامه صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا، ومن بغي منهم في الكفر بعد نبوته صلى الله عليه وسلم؟ جواب: أسلم منهم حمزة والعباس، وبغي في الكفر أبو طالب وأبو لهب. سؤال: آتي إرضاعي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: ثويبة وحليمة السعدية. ما شاء الله تبارك الله. رنتي أردد وحيك هل هين نبي محمد صلى الله عليه وسلم
صلوا على الحبيب نسب كيسا للاشاديسا هويديسا يما عرقتاي اديرديسا وحول باي كهذا شيء لكن ما انت يا قرنية سواش اسويدين تمدن ومي داسي هذا أفرتن سنة جرا يا لقيا وهذه اللي قوي دينيو محمد أبي أوغي سيسدحاد إن هذا قرنينين وما عرقتاي أرين لو باهي ما انت إن هن كبرا رغنا وان برنو أني قا وقتك عن دمينينين وحان صود وينيا أردي سؤال إسويدين أيو أكساب سن توحيد مادام السيرة لقى حد لي توحيد كرفتي جيس إن حلقة تابتو مهم آدي أيو تهي وحان صود وينيا أردي دا لغو مقا عابا برهان محمد بلا يو منصور أحمد جيلي سؤال لماذا خلقنا الله؟ جواب خلقنا أن نعبده ولا نشرك به شيئا والدليل قوله تعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا سؤال ما هي العبادة؟ جواب العبادة اسم جامع لما يحب الله من الأقوال والأفعال كالدعاء والصلاة والذبح وغيرها وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال صلى الله عليه وسلم من عمل قرب إليه عبد بشيء أحب إليه مما افترضت إليه سؤال كيف نعبد الله؟ جواب كما أمرنا الله ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سؤال ما لهب نعبد الله خوفا وطمعا جواب نعم نعبده كذلك قال الله تعالى المؤمنين يدعون ربهم خوفا وطمعا وقال صلى الله عليه وسلم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار سؤال ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب الإحسان هو مراقبة الله تعالى في العبادة قال الله تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك نورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وهي الشهادتان قاعدة الإيمان والصوم والصلاة والحج والزكاة تكفل عز الدنيا ودرجات العليا وتصعد المجتمع في الدين والدنيا مع خيرها مركزنا التعليم الطاب ثم طاب حبال الطيبين في مركز التعليم تلاميذ السليم وكلهم أمين وذكر حافظين وتوب التعليم في مركز التعليم وتوب التعليم في مركز التعليم حتى نوحك سود وين يا أرضي أيه جميل يسمع ركتا يا هاني أحمد جالة ويجينا نشيدو إنه آخرين دوانا كسابسن والد كي يامن تيسا هو يا أبي لا وليت والد باي أرسل كوشدا مع إمام هو يدي ويقال يوعن ألا وين إيجا باري آني قوان انجيرين إيادا إسوحن بارتا إيدا لا شيئين بغن ناحريستيكا النبي بلوغا يدا أزدقا أبا يقوان كيرسو أبا قال يوعن تالا ذا من لميدا والي قيد من هلين سيكا صون إذن أمان من حقوق تنان قدا أردد أسي الله بركيو علمي وذن الله أزياديو هل كاسي وحينا وقد ما ذي بندقي أردي داي سوديقين مركز التعليم تحفيظ القرآن الكريم حتى أنه حوصو جيسانيا لنك علماء
وحانا معركتي بصوت وينيا شيخنا الفاضل شيخ بشير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد دي أنكهر مناسبة ما أنت كجرنا رمضانك الله سبحانه وتعالى وحنسه قرسي بشر رمضان أنا وعافي ما لقبنا نون السخيري سون كذا وحيالها لوباهي إن أنقاذنه وأمرك إله تبارك وتعالى سونك إله وحير شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشا وبشي قرآنك لسود جي مسلمين تنوى الغفر ديالو إن أي صومان بشا فضل هذا الله سبحانه وتعالى وحوق لي هبين هبين نذك مدعا وليراه ليلة القدر هبين كاس أمتا أمة محمد أي خاص ويهي نبي قالنا عليه الصلاة والسلام أمته كهري أمتي سواك عمر ديرايين ووحو يري أعمار أمتي ما بين الستين وسبعين قل ما يجاوز أمتي دا عمر قيدا ووالحتا يتدبات إنت أقول حيث إن يربا قد بي إن يربا قد بي سما بدنو صادرت هذا وحو تمني أمته هوري مركو فيري عمر قيدا يو إله بريو وحو يري إلهي أمتي دا محاد أو طلق شي مركز لسي لبهد يدو أد يد ووين أمضاك للسينين لماذا هدد وحيه نهر كوثر في الجنة إيو ليلة القدر في الدنيا لماذا سيئا نبقى لسي عليه الصلاة والسلام هبينك أسقع إله حكوشة فضل فربضا وفضل قيسة وحاكم إذا هدي إله كوهلي شيو هلك هبينك هدي إله كوهلي شيو سدتا يدور سنة لن عبادي سنة يتكبض انتهي مركب فما بالك هدي طبعا أدقو عمرقاء لحدن قاري لحدن كاسنة هدي هبيول بإله كوهلي شيو انتهى هذي مركز إذا درت هذا المهد دكسيها نكسو حرينو المهد اسكول كل أردينو أن دينو بل انتهي قرآن كده ميان اسكول كله والغم مرمان ما مدى من لكري دوني قرآن كده ميان ملغو كريني لكن بالرغو أن دادالنا المهد دكسيها قرآن كده ميان ما موينك أيغان وحان ليه ما أنت تعلين إذنك با مسؤول كابا رك كيلا ده هو بكبا حيبا هذا داركتو اسبتال هورن باودا هذا داركتو اسكول هورن باودا دكسي هذا داركتو هورن باودا مسؤوليات ما أنت إذنك إذن سارن تها إذنك الدلالة ومسؤوليات إله إذن سار الجوتة المها إذنك صاحبتين إذنك أسكولو دين أذيك وحلاقي يا با بيلك يا المه تعلين تودين وسكر هذين وجدها وبربرايو مركا المها دين تها الجوتة ربيه هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يا الإله سبحانه وتعالى يا مهتصن عليه نوقل ذي استنعمين فرب بذن أيام ما هتصن وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله نعميك الله سبحانه وتعالى أوبحي ويفرب ذيهين لكن ماذا أقول سن يقول فضل قبضان وحوايا ونعمة الإسلام والإيمان هذا هاي سنو الله سأعينكم هذين أولا ليال نعميك بضانا وحي كده حيان مسلمين إقالوا كده حيان حدي أي نقطة نعمة المال حولها إيهان تذا قال لمسلمين واهستان حدي أي نقطة نعمة الأولاد قال المسلمين وايهستان هدي أي نقطة عافمات ولو ذاقا لكن عمد الإسلام كومانتا أفقد أن هل كان أنك مسلمين أي قار نوتهاي مركوا أن ما أبهان إلهي سبحانه وتعالى أنك شكرين لأن شكرتم لازيدنكم هدي أدئو شكرسان ده شكرين إن لغو شكريو نعمد هدي لغو شكرين وايو وايكاتا قيسا لكن نعمد هدد كشكريسو دور بي ونغنيسا إله سبحانه وتعالى وكو إلى لين وكو دائمي ويكو جوغيسا إلى ما شاء الله ولا ليال انت كذب وحندوني أني أمهد عليو معالك أرديدا سو صاري معالمين تي سو صارت أرديدا أركيسين قرآنك انت كتغين مواد علم الديني سو بندغين هذا أركيسين أقون طوضا اندهين أيام معالدين ها أرديداس aan juhdi fara badan iyo waqti fara badan ayaa lagu bixiyay ciyaar mayna ku maanan heerkan mayna ku gaaren macalkan laga yaabo inuu gaajo badan u soo maray waqti badan inuu maxay ay ka qaateen way ka qaateen waa ognahay anaga macallimiin ah laga yaabo macallinka asagoo xanuunsan inuu darsiga gale macalka asagoo maxay wax barasho u baahan inuu ardayd halkan ugu xayirna
معلك أسرع ولا ليال الحمدين هاي إن لو أبال جدو إن لو أبال جدو والنبي عليه الصلاة والسلام عليه قفك أبال إذن سما إحسان إذن سما وأبال جدو هدي أدو إذن وحك الله والجدان وحد هذا أحسنته أحسنته سانة وأدم أحسنته غير الله كسيو مركب ولا ليال ما أنت مسلمين بعد هاي معلمين تي وحد مودع وحبر الشدي دكسيد القرآن ك إن لك الله جذنايو معلن كي يرديدي وحويان إنه دكان أدجوك تاد مودا معلن كي واحد لقى جذن أيد مودا قرآن كان كريم كواحد لقى جذن كرماها هل حرفه كميدة هلا ما جذن كرو معلن كي أرديدي وحق بكولي هاي سيد والدين تحق المها يقوليهين معلن كي حق كولي هاي أرديدي وأبره حق بكولي هاي والد بقولي هاي آباء يقولي هاي محي إلي والدك هو يابا أرضيك وحيسابه ونقدين أدونك إني كنان وإيش جورسين وإيش كتاعين كدي مدونك ساسك ويمادي لكن معلم حيسابه ونقدين عليه خالق علمها يرك أبوري إنه كحر أو برا أيو سابه ونقدين معلم كم حمودي ولا ليال إن لو أبل جدو حتى معلم كهدي جبري يرا قلنا جاء لا أروس كارين لا أروسه يا أنت هدو هالقف جبر في عن أو بحيو غاري هذا هدو بحيو أنت كان جرب أن غطوا جري لا أساسه مع المحامين بيقطعي أصوير هذا وني يرد دائرة أصوير بو محاو ترملها وعروتها عروتها وكدرسان لها مركب معلمين يقول ليال أنت واقع كفتن هدي أكده ويسان واقف عنده هدي أكده ويسان واقف عنده مركب ولا ليال معلمين كا إن لقى ورقه معلمين تناجنوا حاله هاي شغض الله حسان وشغ وين نبي حير عليه السلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه ذاتك حقوف يعني هو ناقصاً قف القرآن كسر برت مرك رصوا القرآن كسيف عن أحكام تيسة تجويد كيسة سيف عن أصوغ كديمنا ذاتك سيبره قف كسر أيوه ناقصاً أيوه يرنوا على السلام لما ده ذاتك حقوق ناقصاً قف كقول قالها بدن قف كقول قرحسن قف كعافمات كبدن قف كدير لما ده حالي قف كقرآن كبرته شرط واسئ إنه برتقفك، قفك أسوأ حبة جرنين. ضف إنه قالت كبو يحدنا لما أقوله. قف مرفق القرآن أسئ إنه أسكديسه تجويد كيسة نبي كسي إلى أُير سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا. القرآن ترتيله تجويدك آخره. أحكام بوله القرآن ك لو باهيا إلا إلى عليه. قفك عدو لما إنه كدم بابي محايد بطن تاعي. مركا ولا ليال جزاكم الله خيرا وإن كنت يري إنت أصلا كسوق قبلنا وما سنتين جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. سو جرسي بشر رمضان أخيرك بدن. إنه طلق لي وناجن يا خير كان أنت نلاقيك إنه سوقني ما أنو أنا كوكل أنو رنتي وأني عمت ربضن لو بهن يوقفك مسلم كأنه درم أنت أكذب وحرب إن أنت الماما ملها فرق آد بين أودالي مركا وحلو بهن إنه درن قيمة أوليها فرق كان قفك وحش قاض وكجر مركا قيمة هذا أودرم كم دالو بل سواي بأفضل تابع نبي صلى الله عليه وسلم وحط المامي فرقها نوع أنا إنه يهي إنه كمد يهي فليها قفك مسلم كا درجي سكر له وقاض نصلي على سلم وحشي إله إنه ليه ملائك سياحين سعانية وضيها وريجي ملائك تشقوا ضحيتها إنه راديان الضم إلهي أو أكل مي دين يوناك يا خير إنه يسكو شيئا مرك فردي كانوا حنا مرخاتك أنها وفردي لجوها يا خير متك أوسري أو أه إن لو شرف يا كتاب رب سبحانه وتعالى أدونك كان مانت أنا جونو وحكي إنه إيه لا أما كقيم بدن أوسنجرين مركب ولا شك ملائكة شقائق الله أحل ساري إني نلجوكتو أيضا أي شرف أطهي ولي من صلى الله عليه وسلم مركب قيب كم إذا أركان فرق النوع عنه كلا إن أنت كلا أي ويريان أوليهن أوليهن هلمو إلى حاجاتكو وكاليا دنتي أددئيسين واتاني كل قصة إسد الفوليان إلى السماء الساري أي تغان مركز ساسا يعني أهانا يعني إلى مناسبة إما فرقة ويعني كده معضو مركز قيمها أنت هل أينو دارين سنة فرقة كانوا أنو جعلان لهين إلى الظهور رضي إلى عصر رضي إنو سي سعضو لكن هذه تاس أيضا ما كان ويسن أيسن كجرين لا يعني الله وان كلاني وان إذا إنا مركز ماد بهاشن هذا نقصو رميسان إخوتي الكرام مركز حكتا أنا وصو قابنية وحان أمها النقية معلن كان قيمها بعد معلن إدريس أورنتي ميرهان ما أنت فرق عينه فرق إنه إسق إلى صوب أو قد جاي وحير كهر مع إدريس أرضي بصاعها لكن ما أنت ندى ذلك يقيميسي وناجيسي ومضى مرها تن إنه أصو صاره
با إلهي سبحانه وتعالى بقولك من خلال سنة أدوم هالسنة هي معلمين تكلا سنة قرب كيساعة وحنوهم بليين يا أرداد قيمها بدن أدك أدائر إما أنت كتابك ربي سبحانه وتعالى حنباري أي حفيدي إما أنت فرقنا أين أفرنا أي إلى ما موصنا أين درسينا قيمها يوناق أي قارين يهر مركة وين أي أمضى لحد هذا أي كليهين حن ليه هاي حنبليو 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 إذن كان أدوم هالسنتين ذلك أنت ميسان يكتابك يا رب سبحانه وتعالى أنه أد حمبارتين مركة حكته وحنلية هاي إخوتي الكرام قفك آدمها أنتو نوليه وحكو أمانين هاي إنو قاتو حديثنا صلى الله عليه وسلم أو أها ضدك وحا أو خير بدن أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس ضدك وحا أو خير بدن كان ضدك أنفع ومدى وح أنفع له وناجا ومدى أجد بيه نفتي سكدب مرك وح حقيقة لو بعدين ندرينه أنفع كويني أما وانا كويني آدم الله قبته مجرته إن ربي جل بره وأحكي من الجرن إنسان آدم الله سمي أن كائن إن ربي جل بره وهرك أوجس الرئة قفك أدون وح كسية وحاقق من بدن بقول جير قفك آخر هذا بتبادية المها يركع وحات كانت هل كان أيوة وح باب بدن أن جرنين ما أنت نقيمها يوناجس بجارين إلهي معلنك هاي نصاب أولك هاي مرك معلنك وحون لين هاي درجة أقصى رسالة قرت إن أمد لا أنفعه مرك سيود بنو كل لين هاي أذيع أنت كل ميت كأبع مرك إخوتي الكرام وحنقصو جوينا يا وح وعد وحرم ما يسوع المذا أنا جا عالمنا ميه شيخنا ميه معلم ميه أرضي بنا هاي أنت هل كان فردانك أقوى وسيب بنا هاي مرك وحنقصو جوينا يا والد معلم أرضي لما أنتين شرفت إنه وح يكجرتا إن طريق رب سبحانه وتعالى أنه قادنا كتاب الله إنا نبرنا هذا ما أنت أقولين دد دونت أهو ما أنت بلاو ما أنت برو ما أنت إن أتجو أنقى تصمي ما أنت أت بلاودت إلى رب سبحانه وتعالى أتكلك ولنتيت قف كتابك ربي وحون أنك أقولين وحون أنك عمل فلين أدونك أنا شرف ماله آخرنا وراك يا خير بدن كامه الرجيو مرك قيمة هنا شرفت هنا دد نماذج هنا وناجين وحيكو جرتا رسالة إلهي نوصل دجيي إنه صلى الله عليه وسلم إنه سو جارسيه صحابة إني أجدالك وكبحيين أقيمه جارين إلى ما أنت إنك إنه سو جارني نول بقى إنه كقبصته قعنت ملك وهذا ما سنتين وجزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أردي ديسة ما أنت نقصو دوين هالفدة إله هني بركيه أردده إله أفضل ضيه قرآنك كريمك أنا جانا سيدوك له بشير ملام بنجونا إلهي سبحانه وتعالى هنجا أقبله أنت الدمبنا ولبا الله نوافجيو ليلة القدر وحبذا وراء ما هي يعني ودي نين علمنا مئه لكن علم هذا الحمد لله أتبع واحد لين شليبو إيش شيء معلنك كلمة ذات قرآن تمانتا حيران صاع صادي أرسلنا شق بشيرة بيجا حبيب قبت إجا حبيب وحاي هاد قبت ما موينك goob kasto oo waxbarasho oo arday joogto saddex ba shirkad ku ah saddexda shirkada ku ah waxa weey waalidintii macallimiintii iyo ardaydi shirkada mid kamid ah haduu ka baxo shirkada maxay noqonay way burburi marka shirkada waa saddexda saddexdaba dadaalkooda la rawaa nin walbo kaalintiisu leeyahay haddii kaalintaada ka baxdo waxba halaabe shirkada waa halaawda marka insha Allah ta'ala haga waalid kan markii la dhaho hooyo iyo aabo way meesha Sheikh Bashir uu xogaan leeyo waa meesha aan leeyo hooyoyinka idinka ayaa waalidka saxda la sheego markii wax barasho loo qabo sababtoo ah ayadii wax u karin ayadii u dhaqi dharka ay u dhaqi ayadii baa u labisti salaadi ayadii baa soo toosini ayadii buu ku soo hireen markuu soo gaajoodo abantu jooga saxsu uga loo magribka iimaani marka hooyonimada hadii meel lagu baranayo ay jirto waan wada dir lahayn gabdhaha dhana u dir lahayn laakiin meel lagu baranayo qaas ma jirto laakiin waxay dhahana hooyada waa macallin waxa weeye waa dhaqtar ayada shaqada soo dhan haysa maamada Soomaalkin waxa u yaala malmal ba u yaala xildiid ba u yaala heblow ba u yaala kan saasu yar xildiid yar ay marin iska kici ku saaso waxba yaray marin iska kici soo baad arkin inta waa dhaqtar inta waa macallin ayada soo fiirsanaya
أيدي هداي سيحطو ساكي عن جرد أي كسيحطو الماء هذا نواحب سمين ساكي داي توسينين الماء هذا هدو أصر رسوق للطاقو عانو رسوق قبا موقت وحما برتو اسكول كانو قول غرا عجري عان اسكول ما برتا من درسة مبرنين صلاة دي كليتي قال لغا فيرين وصاق هدو معلن قواركو وكو قراعي محان نو قراعي سين بانكويري حوير نين رسوق قيسان موقت ما انطردم اسهوقي قرمو وحفامي معلن قواب شيقاي مر انتو هوقاني مر انتو هوقا قرمو وحفامي سوار قيسان هو يدا كالين تيدا وحيير هداي ويقاتو خلاص واي المها المها كوار رجال رجال يوسو ما داركين انا يكتب بدينيين المها كلي حتى وكعمل حماني وعمل حماني عنك مع عنك واحد بضن او parental love would have in Greece والدك إلين مدح المها الله صلاح حيو إيو عبو إيو هو إيو مدح صلاحا وحوين بيتري والد دانو وحوو وحاجر تا عدادين فربضن هذه أما قمام أما الداء أما واحد دل أما قراع أما هنجب إنكستو إنت بقى نسكوبنو لكن إنت صدو وحسير دير وكفي عن دعاء سيدي علماء النور الشيغان أنا علماء ميه دعاء والدك إيو الميسة مركو أدعينا أصيقي إلهي وحجاب مصارنا دعاء دي سوى أوتوماتيك مركا إن شاء الله وغاشادي معلن كان عن والد دانو عن آدي سوء لعلنو أنا كل لي واحد زيادة يكون مدري العقدة لكن أنتو إيكا وأنتا نسكول سينين تيسان هرمريا زيادة يكون مدري لكن عيبتي إيدي تاسوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركا إن شاء الله محاودينا شهادة مركا لبحنا إن لسك بحنا إنو نوال بود ذال كيسا يو كرتيس إنو كحيران تاي أرديد أفرق أهين مركا الله قد كبعين ذال كودة يو أحساس ريبي intaas ya maaragta ku soo gabagabeynina waalidintu way maasiihiin noodul qaateen intan ay kulaalka u fadheen marti sharafta culimada dhalinyarta maaragtay ayagna ka soo qayb galeen aad baan ugu mahadcelinaynaa haddana waxaan u dhiibeynaa munasaqa u dhiibeynaa wuxuu u yeerayaa ardayno akhriyo khatim insha Allah arday khatimno akhrinaa intu ardaygaasno akhrinaa insha Allah aan iska dul qaadano Cabdirxaan Masuur أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا
فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون